ومعانا كابتن محمد شرف المدير الفني لفريق النادي الاهلي مواليد 2003. كابتن شرف يعني برحب بحضرتك في البدايه، يمكن شايفك مبسوط في رضا تام عن مستوى المعسكر هنا. الصبح تدريب الساعه 7 وتدريب تاني الساعه 2 وماتشات وديه يوم ويوم، اعتقد يعني اداء اكثر من رائع تشكر عليه. يعني طبعا الحمد لله، تحياتي طبعا للكابتن اسامه وكل اللي في البرنامج، لكن احنا يعني هو ده الحاجه الجديده. يعني السنه دي في اختلاف كتير في قطاع الناشئين، يعتبر احنا قاعدين في معسكر كل انديه الدوري الممتاز الفريق الاول بيقعد فيها، منتخبات كمان بتيجي تقعد، يعني حاجه صحيه جدا. عندنا الملاعب، عندنا كل حاجه، كل ده طبعا بيوفره النادي، لان احنا عايزين السنه دي طبعا كان في عمليه صعبه جدا لدمج الفرق. اللي موجودين في الفرق دلوقتي هم اللي كلهم واعدين للفريق الاول. احنا بنشتغل ان انت تاخد بطوله، طبعا دي حاجه مهمه، لان انت يهمك ان اللعيب اللي يطلع الفريق الاول يبقى واخد اكبر عدد من البطولات ومتعود على الاجواء البطوله دي، بتبقى ميزه جدا وبتديله بونص كبيره في مسيرته بعد كده. اغلب اللعيبه اللي بتطلع الدرجه الاولى من قطاع الناشئين بيكملوا، بيعملوا ارقام كبيره جدا، وشفنا يمكن اخر امثله محمد هاني وتريزيجيه قبله ورمضان، كل المجموعه اللي طلعت طبعا كانت مميزه من قطاع الناشئين. فمعسكر الحمد لله اكثر من رائع، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان ده يكون يحالفنا التوفيق في الموسم. خلصنا مهمه صعبه جدا، اختيار افضل العناصر، يمكن انا تجربه شخصيه في 2003 و2004 من حوالي 85 لعيب او 90 لعيب، وصلنا ان احنا بناخد القايمه بتاعتنا، فدي كانت تصفيه صعبه جدا. ان شاء الله باذن الله المجموعه اللي موجوده ان شاء الله تكون زي ما احنا شايفينهم، الجهاز ومستر مايكل والكابتن خالد كلنا اشتركنا، وكل من اول كابتن عمرو وكابتن عمرو انور والكابتن ياسر رضا كلنا كنا مشتركين في الاختيارات، وكان في لجنه كبيره، ويمكن من اول من بدايات الحاجات اللي بتعمل كويسه ان احنا كلنا شفنا اللعيبه المتواجده واللعيبه اللي تم الاستغناء عنها. ان شاء الله باذن الله يحالف التوفيق اللي احنا بنتمناه السنه دي بحصد البطولات واكبر عدد من اللعيبه يطلعوا درجه اولى ان شاء الله. شكرا كابتن شرف، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في اللي جاي. شكرا، ميرسي.